أهلاً وسهلاً بكم. سأحكي لكم حكاية للأستاذ مهند العاقوس. هذه الحكاية كتحدث على واحد الملك كان سيحكم واحد البلد وكانت عنده بنت وحدة. حكاية الملك الذي له أميرة وحيدة وكان يحكم بلداً فأصيب بمرض. هذا المرض خلع الملك وخاف على المملكة من بعده وخاف على البنية دياله. فالتجأ هذا الملك إلى أن يزوج ابنته. شاورها وقال لها يا بنتي باش نحافظوا على هذه المملكة خصك تزوجي. عندما استشار الملك ابنته رأت أن ما رآه أباها ما رآه أبوها هو عين العقل، فقررت أن تضع شروطا لهذا الزواج. البنيتة وافقت على داكشي اللي قال باها، قالت له واخا با عندك الحق خصنا نحافظوا على هذه المملكة ولكن عندي شروط للزواج. تقدم ثلاث شبان لخطبتها. منين جاو دوك ثلاثة الشبان؟ كان فيهم واحد شجاع وواحد ذكي وواحد فقير. ثلاث شبان، الفقير والغني والذكي. فقالت لهم شوفوا انا اللي تزوج بيا هذا الصندوق خصو يعمرو ليا بواحد الكنز ابيض. الشبان الثلاث وجدوا انفسهم امام شرط وضعته الاميره لكي يفوزوا بقلبها وبرضا ابيها. الشجاع قطع الفيافي، قطع غابة الموت ليصل إلى جبل يأخذ منه الكنز والأحجار الكريمة. هذاك الشاب الشجاع استطاع باش يقطع أميال وأميال أراضي وقفار ومسافات باش يجيب ذاك الصندوق عامر بالكنز. الذكي مشى عند المستشارين ديالو باش يفتيو عليه. التجأ هذا الشاب الذكي الى مستشاريه لكي يفتوه في هذا الشرط. اما الفقير مشى مسكين كيخدم ونسى كل شيء وتكمش، نسى الشرط ديال الاميره. جاء اليوم الموعود حيث سيدلي كل من الشباب بما حصل عليه. جاء النهار فاش غادي يقدموا الصندوق ديالهم. تقدم القوي قال سيدي الملك مولاتي الأميرة، لقد قطعت فيافي وقفار وتكبدت متاعب كثيرة لكي أحصل على هذا الصندوق المليء بالجواهر. فعلا كانت جواهر وكانت أحجار كريمة. فتح الصندوق فقال للملك مولاي الملك مولاتي الأميرة هذا هو الذهب الأبيض. تطلع القوم بلاتي نشوفوا شنو ذهب جاب هذا. القوم القطن، أيها سيدي نعم القطن. فأخذ الشاب يقول ويزيد عن فوائد القطن وما سيكون له من مستقبل على اقتصاد البلاد. شاور الملك شاف الأميرة شاف الحضور فاستحسنوا فكرته كذلك. فنضع الصندوق الثاني، هكا سيدي خذوا هذا الصندوق نشوفوا الشاب الثالث. الشاب الثالث مولاي الملك مولاتي الأميرة تفضلوا أيها الحضور الكريم هذا هو الذهب الأبيض. أهيا ما تاوينا؟ شنو هادشي؟ كتضحك علينا؟ بغيتي تضحك الناس فينا؟ بغيتي خبرنا تمشي للبلدان الاخرى؟ جايب لنا الوراق ياك ولد الملعوق ما حشمتيش؟ لا يا سيدي لو علمت ما تضمه هذه الاوراق
ستجد أنها أحسن من الذهب الأبيض. كيفاش؟ أوراق بيض أحسن من الذهب الأبيض؟ العجب هذا. قالت الأميرة: بعد إذنك يا مولاي دعنا نرى ما في هذه الأوراق. فأخذ الشاب الأوراق ورقة ورقة. سيدي الملك، إن هذه الأوراق تضم أشياء كان قد كتبها أبي. أبي لم يكن ينطق، لا يستطيع النطق، وبا كان زنزول، ما كانش يهضر. وكان فين ما درت فيه شي خير، وفين ما قدمت له شي معروف، وكل ما قلمت بالخدمة ديالو كان تيكتب ليا: الله يرضي عليك يا ولدي، الله يرضي عليك يا ولدي، الله يرضي عليك يا ولدي. وظهرات علامة الاستحسان على وجه الأميرة وكذلك الملك. قالت الأميرة: سيدي السلطان، يا أبي العزيز علي والغالي على قلبي، هذا القلب الأبيض اللي عند الإنسان أحسن من الذهب. تأمل الملك مليا في حكمة الشاب واطمأن. قال: أجل، معك حق يا ابنتي، الآن يطمأن قلبي عنك وعن المملكة. وفات سنين وسنين والملك مريض، من بعدها توفى ولا الفقير ذو العقل الراجح والقلب الأبيض هو سلطان ديك البلد. ما فرطش في الاخرين، حتى هما عندهم الحكمه. استعان بالقوي في الدفاع عن البلد، واستعان بالذكي كمستشار له. الى اللقاء. ايت ما دي السماء، اكون يسر بحربي، اكون يعاون ربي.